السلام عليكم ورحمة الله صغار الأعزاء. حصة جديدة في مكون اللغة العربية، شرح للنص ماذا يجري. لدينا أولا العنوان ماذا يجري. ماذا يجري؟ هذا سؤال، يعني ماذا يحدث؟ إذا لاحظوا الصورة الآن لنتعرف ماذا يجري. ماذا تلاحظون في الصورة؟ نعم صغاري، هناك أطفال. ماذا يفعل هؤلاء الأطفال؟ وأين يوجدون؟ نعم يوجدون، أو إنهم يزينون القسم. يزينون القسم، بماذا يزينون القسم؟ نعم يزينونه بالكرات والأعلام والأشرطة الملونة. ماذا وضع وسط القسم؟ نعم صغاري، وضعت طاولة. وماذا يوجد على هذه الطاولة؟ نعم هناك باقة أزهار وحلوى كبيرة ومشروبات. إذن في نظركم لماذا يزينون القسم؟ وأحضروا الحلويات والمشروبات ويعملون بجد، أو يعملون بجد طبعا ونشاط. لماذا؟ إنهم تلاميذ يحتفلون بنهاية السنة الدراسية. إذن صغاري هيا نعيد الاستماع للنص. ماذا يجري؟ كرات صغيرة مذهبة تتدلى، شرائط خضراء وحمراء وصفراء وبكل لون، يرتبط بعضها ببعض أزهار متنوعة، باقة هنا وباقة هناك. ماذا يجري؟ أطفال يتحركون بنشاط، يعلقون لوحة هنا وعلما هناك. مائدة طويلة وسط القاعة، وضعت عليها كؤوس ومشروبات وحلويات، وزينت بالأزهار والأعشاب. ماذا يجري؟ إنهم تلاميذ مدرستي ينظمون حفلة نجاحهم. إذن تعرفنا في النص على بعض الكلمات، مثل كرات مذهبة، وتعني طبعا كرات صغيرة بألوان ذهبية بلون الذهب، أشرطة ملونة، وأيضا مائدة طويلة، وهي المائدة التي وضعت وسط القاعة. ولدينا أيضا لوحة وباقة أزهار، حلويات وكؤوس مشروبات، وهي مشروبات غازية طبعا لا يجب الإكثار منها. ولدينا أيضا علم بلادنا، وهو كما قلنا دائما لونه أو علم بلادي أحمر تتوسطه نجمة خضراء. الآن هيا لننمي معجمنا وسنبدأ بخريطة الكلمة. والكلمة التي اخترت لكم اليوم هي يرتبط. يرتبط، فما نوع هذه الكلمة يرتبط؟ انتبهوا صغاري، إنها تبدأ بحرف الياء، يرتبط بعضها ببعض. إذن ما نوع هذه الكلمة؟ اسم أم فعل؟ ننتبه، الاسم قلنا ينتهي بالتنوين أو يبدأ بالألف واللام أو ينتهي بتاء مربوطة، ولكن هنا لدينا يرتبط، هو يرتبط. إذن هذه الكلمة نوعها فعل. جيد، ما مرادفها؟ ماذا تعني كلمة يرتبط بعضها ببعض؟ نعم صغاري، يتصل. وما ضدها؟ نعم إنه ينفصل. يتصل ضدها ينفصل. هيا الآن نركبها في جملة، فنقول مثلا يرتبط البهلوان بالسرك. يرتبط البهلوان بالسرك. ناخذ الآن عائلة الكلمة، والكلمة التي لدينا احتفل، نوع هذه الكلمة فعل، هو احتفل. إذن نبحث عن عائلة هذه الكلمة، وهو تمرين لديكم في الكتاب صفحة 149. إذن عائلة هذه الكلمة اخترت لكم 4 كلمات، لدينا احتفال، محتفل، حفل، محفل.
وطبعا بإمكانكم البحث عن كلمات أخرى من عائلة كلمة احتفال. هيا الآن نجيب عن هذه الأسئلة الموجودة في الكراسة دائما. الصفحة 149، وأول شيء نضع علامة أمام الشرح المناسب. يرتبط، وقلنا هذه الكلمة فعل، فماذا تعني؟ ينفصل أم يتصل؟ متنوعة، أزهار متنوعة، هل هي مختلفة أم كثيرة؟ نختار الجواب الصحيح، وأنا لن أقدم لكم الجواب صغاري، فأنا متأكدة من أنكم ستعرفون الجواب الصحيح وستضعون العلامة في المكان المناسب. بعد ذلك نقوم بتركيب هاتين الكلمتين في جملة مفيدة. باقة، ولدينا أيضا لوحة، وأنا سأعطيكم مثلا باقة جميلة، ويمكن أن تضيفوا إليها أفعال فتصبح جملة فعلية كما تعرفنا على ذلك. لدينا أيضا لوحة، وهذه لوحة قديمة جدا، فحاولوا تركيبها في جمل مناسبة ومفيدة. الآن أجيب عن هذه الأسئلة. كيف الشرائط؟ فكروا جيدا، والإجابة دائما من النص. عودوا للنص وأعيدوا القراءة كي تجيبوا. ماذا وضع على المائدة؟ نعود للفقرة ما قبل الأخيرة ونستخرج ماذا وضع على المائدة. نفكر جيدا ثم نضع الجواب المناسب لهذا السؤال أيضا. أخيرا صغاري، ألون بطاقة شيء لم يذكر في النص. لدينا شرائط، حلويات، أزهار، مكبر الصوت، عالم، لوحة. نلون فقط الكلمة التي لا توجد في النص. وكي نتأكد من الإجابة نعود لقراءة النص جيدا. صغاري، آخر سؤال هو: متى نظم التلاميذ الحفلة؟ هل في بداية السنة أم في نهاية السنة الدراسية؟ أتمنى أن تكونوا فهمتم النص واستمتعتم بإعادة قراءته مرة أخرى. أترككم في أمان الله وحفظه صغاري الأعزاء.